بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 96، أسبوع التقويم والتثبيت والدعم والإغناء. إذن ومع التمرين الأول أنشطة التقويم والتثبيت والدعم، أحسب محيط ومساحة هذا الشكل. إذن كما تلاحظوا الشكل اللي عندنا هنا، فلنلاحظ أحرف المربع الأول في الأعلى. إذن هاد كما تلاحظوا بأن الأحرف متساوية، يعني على كل ضلع هناك خط صغير على كل ضلع. إذن هذا يعني بأن هاد الأضلاع أنها متساوية. إذن طبعا إذا أخذنا الأعلى، إذن هنا عندنا مربع، ثم عندنا الدرجة الثانية في الأعلى طبعا من الأعلى. إذن هنا عندنا مربعين لهما نفس القياس، ثم في الدرجة الموجودة في الأسفل، إذا نتكلم هنا عن ثلاثة مربعات طبعا متقايسة. بحكم إذا أكملنا طبعا الخطوط سنلاحظ بأن مربعات متقايسة. نأتي الآن إلى الجانب، سواء على اليسار أو على الأسفل أو في الأسفل، تلاحظوا بأن هذه المسافة اللي هي 36 ملم هي في الحقيقة هي مجموع ثلاثة أضلاع متقايسة لثلاثة مربعات على الجانب. إذن سنقسم هاد 36 على 3، سنقسم 36 على 3 فنحصل على ضلع المربع. إذن 36 مقسوم على 3 هي 12 ملم. 36 مقسوم على 3 هي 12 ملم. إذن هذا ضلع المربع. طبعا الآن في الأسفل عندنا ثلاثة مربعات، في الدرجة الثانية عندنا مربعان، ثم في الدرجة الموجودة في الأعلى هناك مربع واحد. إذن مساحة هذا الشكل تساوي مجموع مساحات هذه المربعات بكليتها. إذن عندنا مربع، ثم عندنا مربعان، ثم عندنا مربعان، يعني ثلاثة مربعات، ثم عندنا ثلاثة مربعات في الأعلى، المجموع هو ستة مربعات. إذن نتحدث هنا عن ستة مربعات، قياس أحرفها يعني موحد اللي هو 12 ملم. إذن طبعا مساحة المربع هي 12 في 12، مساحة المربع هي 12 في 12، طبعا القياس يكون بالمليمتر. إذن 12 في 12 هي 12 مضروبة في 12 هي 144. هاد 144 ملم هذه مساحة المربع الواحد. هاد الشكل الذي عندنا هنا به ستة مربعات من هاد المساحة، به ستة مربعات، كل مربع مساحته 144 ملم. إذن سنضرب 144 في 6. إذن لكي نجد مساحة الشكل سنضرب 144 في 6، 864 ملم مربع. إذن مساحة الشكل هي 864 ملم مربع. نتحدث هنا عن المساحة. في الشكل الثاني يمثل الجدول التالي معلومات عن مستطيلات وكمل ملء الخانات الفارغة. إذن طبعا هذا الجدول تمثل لنا معلومات عن مستطيلات. شنو هذه المعلومات؟ تعطينا يا إما الطول والعرض أو المحيط أو المساحة. طبعا المستطيلات فينا هما، إلا خذينا العمود الأول تمثل مستطيل. هذه المعلومات الموجودة بالعمود الأول هي معلومات عن مستطيل، المعلومات الموجودة بالعمود الثاني معلومات عن مستطيل آخر، المعلومات الموجودة بالعمود الثالث هي معلومات عن مستطيل آخر مغاير تماما عن المستطيلين الأولين، ثم العمود الأخير يمثل معلومات عن مستطيل رابع. إذا نعود للعمود الأول. أولا يعطينا طول مستطيل اللي هو 85 متر، ثم يعطينا عرضه اللي هو 17 متر. المطلوب إيجاد المحيط ثم إيجاد المساحة. إيجاد المحيط طبعا عدنا الطول 85 متر ثم العرض 17 متر. طبعا تنعرفوا بأن المستطيل عنده جوج ديال الطول وجوج ديال العرض، إذن عنده طولين ثم عنده عرضين. سنضرب 85 في 2
ثم نضرب 17 في 2 ثم نجمع الحاصل. إذن 85 في 2 85 مضروبة في 2 170، ثم 17 مضروبة في 2 34. إذن 170 زائد 34 هي 204. إذن المحيط هو 204 متر. ثم عندنا المساحة. طبعا فيما يخص مساحة المستطيل نحصل عليها بضرب الطول في العرض. إذن هنا سنضرب 17 في 85. إذن إذا ضربنا 17 في 85 سنحصل على 1445. عندما نضرب 17 في 85 إذن سنحصل على 1445 طبعا متر مربع. إذن هذه مساحة المستطيل الأول. ننتقل إلى المستطيل الثاني. عندنا الطول هو 25 مترا. إذن ما هو العرض؟ لكي نجد العرض خصنا نشوف المعادلة. لكي نحصل على العرض يجب أن ننظر في المعادلة التي تتضمن الطول مثلا والمساحة المعروفتين هنا، ثم تتضمن هذه المعادلة العرض. إذن طبعا المعادلة لتتضمن هذه المعطيات هي عندما نجد، عندما نريد أن نجد المساحة طبعا نضرب الطول في العرض. إذن طبعا عندنا الطول هو 25، ثم عندنا العرض غير معروف. إذن إذا ضربنا الطول في العرض سنحصل على المساحة. إذن المساحة هنا معروفة، الطول معروف. إذن فما هو العرض؟ طبعا سنقسم 80 على 25 لأننا نضرب 25 في العرض، لأننا نضرب 25 في رقم آخر اللي هو العرض، فنحصل على المساحة. إذن سنقسم المساحة طبعا على الطول فنحصل على العرض. وإذا قسمنا المساحة على العرض سنجد الطول. إذن 80 قاسم 25 نحصل على 3.2 إذن هذا هو العرض. الآن المحيط. إذن نتحدث عن طول الخطوط الجانبية للمستطيل. طبعا نتحدث هنا عن 2 من العرض ثم 2 من الطول كما قلنا. إذن محيط المستطيل يتكون من عرضين ثم يتكون من طولين. إذن الآن حصلنا على الطول. طبعا عندنا الآن 25 متر هو الطول، ثم عندنا 3.2 التي حصلنا عليها، ثم عندنا 3.2 التي حصلنا عليها والتي هي العرض، والتي هي قياس العرض. إذن سنضرب 25 في 2 ثم نضرب 3.2 في 2 ثم نجمع الحاصلين، أو أننا نضيف 25 إلى 3.2 ثم نضرب الكل في 2. إذن نختار ما نريد. إذن مثلا نستعمل الطريقة الأخرى. مثلا هنا 25 زائد 3.2 إذن ستعطينا، سنحصل على 28.2 سنضربها في 2، نضرب الجمع في 2 فنحصل على 56.4. نضرب هذا الجمع في 2 فنحصل على 56.4. إذن هذا محيط المستطيل الثاني. ننتقل إلى المستطيل الثالث. إذن عندنا الطول والعرض. طول المستطيل الثالث هو 1.7 ثم عرضه هو 1.2. المطلوب البحث عن المحيط ثم عن المساحة. إذن طبعا المحيط نضيف الطول إلى العرض ثم نضرب الكل في 2. 1.7 زائد 1.2 الجمع هو 2.9، الكل مضروب في 2 فنحصل على 5.8. إذن 2.9 مضروبة في 2، إذا المحيط هو 5.8. ثم المساحة. طبعا للحصول على المساحة نضرب الطول في العرض. إذن 1.7 مضروب في 1.2، 1.7 مضروب في 1.2، 1.7 مضروب في 1.2 نحصل على 2 متر مربع، 2.04. ثم
ننتقل إلى المستطيل الرابع. عندنا المساحة ثم عندنا الطول. عندنا المساحة ثم عندنا الطول. المطلوب البحث عن العرض ثم المحيط. لكي نحصل على العرض، نبحث عن المعادلة كما قلنا التي تتضمن الطول والذي هو عندنا معروف هنا، ثم تتضمن المساحة والتي هي أيضا معروفة عندنا هنا، ثم تتضمن العرض وهو الذي علينا أن نبحث عنه. طبعا تنعرف بأن الطول في العرض يعطي المساحة، وبالتالي للحصول على العرض نقسم المساحة على الطول، وللحصول على الطول نقسم المساحة على العرض. إذن سنقسم 420 على 105 فنحصل على 4. إذن العرض هو 4 أمتار. 420 مقسوم على 105 نحصل على 4. إذن سنضع هنا 4 أمتار. إذن العرض هو 4 أمتار. يبقى لنا المحيط. ونحصل عليه كالعادة بإضافة العرض إلى الطول، 105 زائد 4 إذن هي 109. نضرب الجمع في 2، 109 في 2 هي 218. إذن هذا محيط، هذا مستطيل.